عليكم. راه تكون معنا ان شاء الله. صافي تنعطيهم. احنا اليوم في هذا اللقاء في هذا المهرجان للعلوم لمنظمة من طرف جمعية رباط الفتح. كما كتعرفوا بالطبع الوزارة منخرطة في اطار تبسيط المفهوم ديال العلوم للشباب والشابات وللمواطنات بالعموم. وفي هذا الاطار استغلينا هذه الفرصه ديال هذا المهرجان لاعلان على ان غيكون نشاط جديد لتنظموا الوزاره ان شاء الله في الاشهر القليله، يعني ان شاء الله في شهر 9 اللي سميناها مدينه العلوم. والهدف هو كذلك مشترك مع هذا اللقاء ومع ما تقوم به جمعيه رباط الفتح، هو مره اخرى يعني نبسطوا المفهوم ديال العلوم للشباب والشابات، لان العلوم كيكون يعني واحد التخوف من طرف خاصه الشباب، لان تكون دراسات عليا ودراسات كبرى في الوقت، لان الفكره الاساسيه اللي بغينا نقوموا بها هو كيفاش نبسطوا هذا المفهوم، ولان ماشي لابد يكون عندك دير دراسات كبرى باش تكون تهتم يعني بالعلوم، لان العلوم في الحقيقه داخله في الحياه ديالنا اليوميه في جميع المجالات. والعلوم هي الذكاء الاصطناعي، هي المجال الجيولوجي، هي المجال الاثري، هي مجموعه ديال المجالات. وفي هذا الاطار مره اخرى الوزاره تنخرطوا لتبسيط هذه المفاهيم ولتشجيع الشباب والشابات بالاهتمام بهذا المجال اللي هو في الاخير ليس هو المستقبل بل هو الحاضر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.